ما تقلقيش خالص. ماني قلقانه بس بدي اعرف شنو هذا. دي بقى خلطه توحه هتقومي منها ايه؟ زي العروسه اللي زي القمر، شيخ عبد الله ما يعرفش يبص بره ابدا. ابو جواد مثل اي راجل، لما المراه تقع يبي يتجوز عليها. صدقتي والنبي يا حجه، ده الرجاله كلها عايزه اطمر ابيها، ما فيش راجل عينه مش زايغه. جيبي لنفسك اشياء تحتاجيها. لا والنبي يا ست الحجه، ده انا بعمل كده محبه وحياه ربنا. بعرف. اسمعي توحه، اريد اخبار ابو جواد توصلني بالكلمه. بالكلمه وبالنفس وبالحركه. طب بقولك ايه، مش عايزه اخبار سجواد كمان؟ لا، جواد بعده شاب صغير، خليه يستمتع بشبابه. اما الختيار فلازم يتراقب ليل ونهار. مراقبه ليل ونهار، سيبيها عليا. تسلمي حبيبتي. صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب، انسى انسى الحساب، صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. ما عمل لكوش حاجة يا شيخ؟ والله يا توحة لو تجيبيننا شوية تشكيلة وبزر. حاضر أنا. إيش أخبار الحجة؟ الحجة زي الفل بعد اللي عملته لها. الله يجعل الشفا فيدك. والله يا توحة لو ما كنت موجودة ماني عارفان وش كنت سويت. شكرا يا شيخ. طب بقولك ايه، ما عملكوش حاجه تاكلوها بدل البزر اللي وجع لكم بطنكم ده؟ لا لا ما تتعبين نفسك، انا وصيت على كبار. الهنا والشفا يا شيخ. الله يهنيك يا توحة. كباب بتاع البشوات مثلا. كابوري بيه سي كابوري يا كابوري. ايه ماما. ايه كبابك كباب الربيع. ايه كباب. ايه خد خد خدي ماما خد. ربنا يخليكم ويخلي لكم عيالكم. وانا كنت عاوز الحاجه، انا همر عليكم بالليل. نمستي نمستي. وماله فرحان كده ليه؟ تقولش هياخد فلوس الكباب في جيبه؟ فلوس كباب ايه ماما؟ كباب فلوس وخلصه من زمان. ده بكسيس تبس. بكشيش تبس. كل الفلوس دي بكشيش يا اولاد الهرمه. ركز في شغلك توها، ركز في شغلك. يلا روحي حطي كباب في الطبق وحطي على السفره، مفهوم؟ ايه ماي إليفن فيكي هتبوس هندي. يا ولاد الهرمة كل الفلوس دي تبس. وزة انت كده هتبوظي الهدوم. ما تخافيش يا بت، انا بقص بعيد عن القماش خالص. اصل انت عايزاني يعني اقول للزبون انا حاجه مستورده، وتروح تفتحها تلاقي مكتوب عليها صنع في مصر. وين المشكله يعني؟ انت مش فاهمه حاجه خالص، الناس بتوع المهندسين دول مختلفين عننا خالص، بيحبوا يحسوا ان هم جايبين حاجه مستورده من بلاد بره. عشان كده ريحي واستريحي. خوخه بنتي خوخه تعالي عايزاك. البنت دي بتعمل ايه؟ ده احنا بنظبط الهدوم اللي اشتريناها عشان المشروع اللي قلت لك عليه. هدوم ايه اللي بتظبطوها؟ انا على فكره الفار بدا يلعب في عب ومش مرتاحه للبنت دي. يعني ايه تعرفك امبارح والنهارده تجيلك وتخزن عندك هدوم؟ يا بنتي لكم مسروقه يا خالتي دي. لا طبعا، والنعل احنا رايحين شارينها مع بعض من موسكي. طب خلي بالك انا مش مستريحه، خايفه لا تجيب لنا مصيبه. ماشي ماشي يا خالتي يلا ماشي. حلو قوي دي. دندش بترتر. ما تديهوني دي. قد ايه بس يا بنت انتي؟ لما نبيع ونعمل فلوس هتبقي اللي نفسك فيه. بس بينا الله، ما تجيبي مقص وتساعديني بدل ما انت قاعده كده. ماشي. لا ولا اقول لك لا لحسن تبوظي الهدوم. ماشي. شربات كل الرجاله في العلميه وطول النهار وعلى حسابي لغايه عمال المصنع ما يطلعهم ويجوا يشاركونا فرحتنا. بابا ما بعلق. اشكر. اخذي باقي الكباب وانت ماشيه يا توحه. يا لهوي ده كتير قوي يا ست الحاج. اقسميه نصفين، نصف الك ونصف للسواق. السواق؟ راح تشوفينه قاعد تحت جنب البواب. وانت ماشي اعطيه له وتقولي له ياجي الصبح. ماشي. يا قصدي يعني لازم تمشي، الوقت اتاخر. لا والله يا شيخ انا ممكن والله ابيت بالليل لو انتم محتاجين مني حاجه. ما محتاجينك يا توحه، نظفي البيت وروحي وتعالي الصبح. تأمري يا ست الحاج. ما شفتش خليتك في الحته دي ولا في الحلميه خالص. Thank you.
يا لهوي كل فيز كلها في يوم واحد. هاتي شيل هجيب له ليتر. بعدين يا حبيبي. لا ده مرتبي كله في اسبوع. ومال حلو برضو. ده بكره يا حبيبتي هينزل عليكي بقشيش قد كده. بقشيش ايه؟ انت هتستهبلي يا بنت ولا ايه؟ ده انت بتشتغلي عند عرب يعني كل يوم والتاني هيدوكي بقشيش قد كده، وانا وانتي بقى هنصص سوا، مش في المرتب بس، في البقشيش كمان. اللي انت جايباه ده كباب اللي عمرك ما دوقتيه، يعني يا دوبك كان اخر كده تمشي جنب الحتي وتشمي. وحياتك يا اختي جيبي معاكي فاكهه المره الجايه، حكيم انا بسمع يعني ان العرب دول بيحبوا الفاكهه قوي. بقول لك ايه، انا راجعه من الشغل دماغي بيوجعني، مش ناقصاكي. نعم يا اختي انت فاكراها الخضه ولا ايه؟ وبعد ذلك يا وليه ده انت لسه ما دقتيش الكباب، اكشي تزوري يا رب. انت هتطفحوني قبل ما ناكله. بقول لك ايه يا حبيبتي، اقول لك بقى هتحمي العيال دول كلهم قبل ما يناموا؟ لا انا اخر حمي رشا وبس. طب والنبي يا ماما بعد برنامج تاكسي السهر. قوم يا بنت عايزه ابوك يرجع من الاول، ايه كلكم مخمودين. اه يلا قبل الغضام فرمايجي. ما تلمي لسانك يا اختي. البلد في الماضي ويرجعوا مره ثانيه. انت شكلك تعبانه، قومي انت الاوضه وانا هستحمى لوحدي. شكلك خير يا رشا. يلا واد هاكلك كباب. يلا فزعتيني. كنتي بتعملي ايه؟ كنت بروقلك الفرشة عشان لما تيجي تنامي تبقى نظيفة وحلو. طيب يلا بقى كمليلي قصة البناية والوليد. يوه انت بتتكلمي صعيدي؟ ده انا خلاص قربت انساه. بصي قوليلي بقى بعد ما كبروا. زي ما كل حاجة بتبتدي حلوة وزينة بعدين بتتحول لحاجة مسخة ملهاش طعم. الولد ما بقاش ولد، بقي ديب، والديب عمره ما كان طيب ولا بيطيب، بينهش وينهش وينهش بس. والبت ما عادتش بنت مع انها لسه صغيرة، بس عرفت اللي بتريده الديابة، ولجل ما تأمن شرهم سبت لهم اللي هم رايدينه، وبقت تشوف الدنيا بشكل وطعم ولون غير اللي كانت فاكراها قبل كده. عارفة يا بت لو جربت السيجارة دي مش هتسليها ابدا. لا ما بحبهاش. ولو قلت لك عشان خاطري؟ عشان خاطرك اديك عيوني، بس انا ما بحبهاش. بس انت جربيها هتكسري. وانا عمري دريتك قبل سابق؟ لا مش القصد، بس مش عاوزه. بقول لك لاجل خاطري، لاجل خاطري بجد بتخنق منها. اكديه ماشي، بس انا زعلان. لا خلاص ما تزعلش، حقك علي. ها اهو انت كده حبيبتي وانت حبيبي. معلش ده عشان اول نوبه بس. بعد كده هتاخدي عليها ومش هتكحي يا عم. اسحبي اسحبي نفس كمان بس كده. حبيبتي 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 راضي عني يا حسني؟ حبيبتي